هي ليست رسالة، هي نداء عاجل للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نطالبه به بحماية عاجلة وفورية للصحفيين الفلسطينيين. أصبحنا لا نستطيع أن نتحرك داخل رام الله 20 متر، هناك انتهاكات جسيمة. نحن نتحدث عن ضرب، سحل، استهداف بقنابل الصوت، بقنابل الغاز، استهداف بخطف، يعني محاولات دؤوبة ودائمة لخطف الهواتف الخلوية وتحديدا من الصحفيات النساء. هذا تكرر مع حالات موثقة وموجودة لدينا التي قمنا بتوثيقها لدى مؤسسات حقوقية أيضا في الداخل وفي الخارج. أمس وصلت الأمور لذروتها عندما تم احتجازنا على دوار الساعة، أكثر من 25 صحفي ومصور صحفي، ومنعنا من التحرك 20 متر باتجاه المتظاهرين الذين يتم ضربهم. هذا أمر يعني خطير جدا، ويبشر بحقبة بوليسية سيئة جدا تحاكي أسوأ الأنظمة والديكتاتوريات. وهذا ما يجب أن نعلي الصوت ونقول، هذا لن يحصل دائما. هناك صحفيين، نحن حراس لهذه الحقيقة، كل ما نقوم به أن ننقل الحقيقة دون أن نكون متحيزين لأي طرف. الكاميرا لا تكذب، نحن نريد أن نصور في الميدان ماذا يجري، هذا كل ما نريده، أن نتحرك فقط لا غير. هذه عملية مغرقة في تفاصيل القتامة في ملاحقة زملائنا الصحفيين. الاحتلال كان قد قصف مقراتنا، اليوم السلطة تكافئنا بذلك بملاحقة واعتقال وضرب وتهديد، وللأسف أقول منع تغطية الحقيقة. اليوم نحن ندافع عن أنفسنا وعن الكلمة، مستمرون في التغطية. مما لا شك فيه أن الاعتداء على الصحفي الفلسطيني هو اعتداء على حرية الكلمة واعتداء على ناقل الحدث. الصحفي الفلسطيني هو جزء من منظومة نضالية في هذا الشعب الفلسطيني، هو الذي يقوم بعملية النقل لما يحدث من اعتداءات من الإسرائيليين، هو الذي يعمل على نقل الرواية الحقيقية للشعب الفلسطيني. فلا يعقل أن يتحول ناقل الرواية الحقيقية إلى معتدى عليه من أبناء شعبه. ما نطالبه هو مطلوب من السلطة الفلسطينية أولا وأخيرا، أن يكون هناك حماية للصحفيين، أن يكون هناك محاسبة لكل من يعتدي على أي صحفي.